صنعاء تعلن الموافقة على نقل البنك إلى صنعاء وصرف المرتبات. الحوثيون ينجحون بهذا الأمر بالمفاوضات مع السعودية. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مكنت جماعة الحوثي من فرض شروطها على السعودية التي وافقت على كثير منها، وقالت مصادر إن الحوثيين نجحوا بفرض شروطهم والتي أهمها نقل البنك المركزي إلى صنعاء وصرف المرتبات المنقطعة منذ سنوات، بالإضافة لفتح المطار مطار صنعاء وميناء الحديدة التي يدخل إليها البضائع بدون تفتيش. وأضافت كسب الحوثيين على ما يبدو ورقة النفط، حيث هناك موافقة مبدئية على حصول الحوثيين على نسبة من عائدات بيع النفط، حيث أن الجماعة كانت تطلب الحصول على 80%، فيما يبدو السعودية وافقت على منح الحوثيين نسبة من عائدات النفط. واختتمت المفاوضات جارية، حيث يتبقى التفاصيل بشأن الرئاسة وتوحيد الجيش ووقف الحرب من الطرفين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.